مرات بتحس حالك بعلبة، لأنه هاي البلد صارت علبة، علبة كرتون ولا علبة خشب مش مهم، الأهم إنه بطل فيها لون وبطل في إلها شكل. لا الجبل ضل جبل ولا الواد ضل في مجرى واد، حتى الحدائق صارت حجر، ويا ريت حجر من الأرض، حجر مقصوص مرتب رتيب. ولما العالم صار يرجع الخضار صرنا مندور دوارة على كل متر أخضر بالبلد مشان نتشاطر ونطلع مكانه شوية حجار حديد، وبأحسن الأحوال أي شي شفاف. صحيح اللي بيشتغلوا هيك بالبلد بيفكروا إنهم بلونولنا حياتنا، بس نسيوا إنهم بموتوا روحنا. بطلنا نحس بطعم للبلد، وهاي بلد الخير، بلد التراث، بلد الحضارة، بلد الأديان الثلاث، بلد كل شي حلو. نفسي أعرف مين عم بيدرس بالبلد تصميم مدن، أو مين بالبلد بيوافق على تخطيط الشوارع، أو مين بالبلد بيشرف على الحدائق والأشكال الصفصطائية اللي بنشوفها. هم الاحتلال سرقوا شجرنا وحطوه بنص كل دوار بالشارع عندهم، وإحنا الفلسطينية أصحاب الشجر خلعناه مشان نحط مكانه حجر. إذا هيك وضع الشجر بالبلد، كيف بده يكون وضع السياحة في الريف؟ يا معلمين، يا فهمانين، يا مذوقين، بس رجعوا روح البلد، وهي لحالها فيها جمال وفن. سياحة في الريف ما بدها قانون، بدها قرار. هاي البلد فيها خير، بس احنا نكفيها شرنا. بتحس حالك بعلبة